والآن مع ممثل كتلة العمل الشعبي دكتور خالد شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أشكر الأخوة شباب ائتلاف المعارضة وأبارك لهم تدشين أولى فعالياتهم وأتمنى لهم التوفيق، وكذلك الشكر موصول لجميع من حضر هذه الفعالية. قبل أن نتحدث عن الحكومة المنتخبة يجب أن نشير إلى بعض المصطلحات، ألا وهي رئيس وزراء شعبي، حكومة شعبية، حكومة منتخبة. كل هذه المصطلحات عندما نطلقها نحن نقصد بها الحكومة البرلمانية. هذه المصطلحات نقصد بها الحكومة البرلمانية التي جاءت بيانات الأغلبية السابقة مطالبة بتحقيق الحكومة البرلمانية من خلال نظام برلماني متكامل، وهذا الأمر ما جبناه من عندنا، هذا الأمر نص عليه الدستور، أو تحديدا المذكرة التفسيرية. المذكرة التفسيرية أشارت إلى أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، وهو مزيج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ويتجه نحو النظام البرلماني، ومع مرور الوقت يجب أن يتحول هذا النظام إلى النظام البرلماني. بذلك حنا ما قاعد نطالب شيء من خارج الدستور. الحكومة المنتخبة ممكن أن تتحقق الآن حتى في ظل هذا الدستور، لأن المادة 56 ما اشترطت ولا حددت أن يكون رئيس الوزراء من ذرية مبارك أو من الأسرة الحاكمة. لذلك هذا الأمر متاح، إذا السلطة آمنت بإرادة الشعب ممكن أن تتحقق الحكومة المنتخبة وفقا لهذا الدستور من خلال تكليف صاحب السمو للأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، مع إضافة بعض القوانين المتمثلة بإشهار الأحزاب وتعديل النظام الانتخابي بما يتحقق أو بما يحقق التمثيل أو القوائم النسبية والمشاريع السياسية. لذلك نحن نتحدث عن أمر يسمح به الدستور، وإن لم ترضخ أو تقبل السلطة بهذا الأمر كان لزاما أن نرفع شعار تعديلات دستورية لضمان حكومة برلمانية منتخبة. في مفهوم دائما يروجون له السلطة وأتباعها المعلنين والمتسترين لتخويف الشعب من الحكومة المنتخبة، قاعد يصورون للناس أن الحكومة المنتخبة ترى يمكن تقبل بفلان اللي هو أقصى اليمين أن يكون رئيس حكومة، راح يكون شديد على الفئة الفلانية، أو تقبل بفلان اللي يكون أقصى اليسار لتنفير الناس. لكن حقيقة الأمر اللي لازم الناس تؤمن فيه أن الأمر ما راح يكون نفس الأمر الواقع حاليا. إذا تكلم عن حكومة منتخبة يجب أن يكون تشكيلها متوافق، مو بس مع أغلبية كتلة معينة، يجب أن يكون هناك توافق، وبالتالي اختيار رئيس الوزراء يكون توافق بين جميع الكتل. قبل أن نتكلم لماذا نحن نريد حكومة منتخبة يجب أن نعرف أمر آخر، لماذا لا تريد الأسرة الحاكمة الحكومة المنتخبة؟ وهذا مربط الفرس، وهذه النقطة المهمة. الأسرة الحاكمة تعتقد أن رئاسة الوزراء وما يسمى بوزارات السيادة هي من حقها الطبيعي ولا ينازعها به أحد. ليش يبون رئاسة الوزراء ووزارات السيادة؟ حتى يكون لهم دور فاعل في السياسة، حتى يقولون حق التاجر إذا تبي المناقصات ترى إحنا عندنا الأمر هذا، حتى يقولون حق النائب إذا تبي معاملات عندنا الأمر هذا. لذلك هم متمسكين بهذه المناصب، لأن هذه المناصب هي اللي قاعد ينفذون فيها أجندتهم، يشترون اللي يبون، يبون الشعب دائما. إحنا في دولة مؤسسات ودولة قانون، يبون الشعب دائما يقدس شخوصهم، يبون الشعب يقدم تظلمات، يبون الشعب يحاورهم. ما أقول لهم ما حد راح يقعد وياكم الحوار، إحنا اليوم في دولة مؤسسات ودولة قانون. لذلك هذه الأمور
عند الأسرة الحاكمة خط أحمر، وأنا أعتقد أنهم ممكن يتنازلون عن كل شيء، ممكن الآن يتصالحون مع الشعب في النظام الانتخابي، لكن لا يقبلون. والرسائل اللي قاعد نسمعها والكل يسمعها أن موضوع الحكومة المنتخبة خط أحمر، وهم يبون هذه سلاح بيدهم، يمسكون فيه التاجر، يمسكون فيه المواطن. لذلك هذه منطلقاتهم في رفض الحكومة المنتخبة. أما منطلقات الشعب الكويتي في المطالبة بالحكومة المنتخبة كثيرة، لكن أنا راح أعرج على بعضها. أول منطلق ننطلق منه كمطالبة بالحكومة المنتخبة تصريح السفيرة الأمريكية السابق لما قالت من يدير الدولة في الكويت وبعض المتنفذين سوف يساهمون بانتهاء دولة الكويت في 2020، ولا واحد رد عليه. كذلك تقرير صندوق النقد الدولي الأخير قال الكويت في 2017 سوف يكون هناك عجز في الميزانية، وأنا أقول لكم إذا صار في عجز في الميزانية وصل الدولار إلى وصل برميل النفط إلى 50 دولار، هم ذيك الساعة راح يجون يقولوا حنا نقبل بالحكومة المنتخبة عقب ما ضيع الدولة. والأمر اللي قال ذكره قبل 3 أو 4 أيام الأخ زايد الزيد، هم يريدون السلطة معهم حتى يأكلون الكويت. والمثال اللي ذكره زايد الزيد إن ابناء سمو الأمير ناصر صباح الأحمد وحمد صباح الأحمد قاموا بالاستيلاء على فيلته بوضع اليد كما فعلوا سابقا مع المارينا. من الأسباب كذلك وآخرها اليوم اللي هو قانون الإعلام الجديد، وفي نقطة مهمة جدا يا أخوان ويا أخوات لازم ننتبه لها، حطوا اليوم أول شغلة اللي هي قضية العقوبة على إعدام المسيء للذات الإلهية والرسول. ما حنا في مجلسنا المبطل رفعنا هذا المجلس ورديتوه، بس تعرفون ليش حطوا هذا الأمر؟ حطوا الأمر حتى يخلون الشعب يقبل في عدم المساس بذات بولي العهد. ومو مقصود في هذا القانون الشيخ نواف الأحمد، الشيخ نواف يعرف مكانته عند الشعب الكويتي جيدا، لا المقصود في المستقبل. لأن إذا صار ولي العهد ذاته مصونة راح يردون عن النظام القديم ويسوون دمج ولاية العهد برئاسة مجلس الوزراء، فبالتالي لا يحق لأي مواطن أو نائب توجيه نقد لرئيس الوزراء لأنه بطبيعة الحال ولي العهد. أمور كثيرة تطالبنا أو تحتم علينا المطالبة. اللي قاعد يصير اليوم للإخوان الشباب المعتقلين، وأنا وجهت رسالة لرئيس محكمة الاستئناف ووجهها اليوم من هذا المنبر، ما حصل مع النواب الطاحوس والداهوم والصوار وسرعة استجابة محكمة الاستئناف بتحديد جلسة سريعة، وهذا الأمر لم يحصل مع الشباب. حنا نتمنى أن لا يكون هذا الأمر متعمد لخلق فجوة بين النواب والشباب، هذا الأمر غير مقبول. لذلك كانوا الناس يرددون دائما أن القضاء ملاذنا الأخير، لكن اليوم أنا أعتقد هناك علامات استفهام على بعض الإجراءات، وإحنا نوجهها بشكل واضح إلى رئيس محكمة الاستئناف. الأمور اللي إحنا تحتم علينا كذلك المطالبة إن المشكلة ما هي في الممارسات اللي قاعدة تصير، الممارسات السياسية لما كل يوم حل مجلس الأمة، كل يوم حل بسبب أو بدون سبب. ترى القضية ما هي قضية ممارسات سياسية سلبية، لا، المشكلة لقصور في النظام، الصلاحيات المطلقة لصاحب السمو والقصور في النظام اللي صاحب السمو هو قالها في صحيفة ألمانية قبل تقريبا سنتين. صاحب السمو أجرت مع صحيفة ألمانية تقريبا قبل سنتين أو 3 سنوات قالوا له شنو سبب الأزمات السياسية في الكويت؟ قال لأن هناك مشكلة أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي يقوم على المزج بين النظام البرلماني والرئاسي، هذا هو السبب الحقيقي، هذا هو السبب الحقيقي. لذلك حنا ما نقبل اللي قاعد يصير اليوم، أبنائنا في السجون، الكويت من أسوأ إلى أسوأ، قاعد يتعرضون إلى ملاحقات سياسية. وأنا أقول للشباب كفو إن الملاحقات السياسية هذه ما هزت فيكم شعرة، نبي حكومة منتخبة حتى نحمي حدودنا.
اللي جابر المبارك يقول لحد يجيني لو يجوني يقبلون راسي، وتصريح السخيف اللي ما ادري شلون هذا الرجل يكون رئيس مجلس وزراء. وللعلم وانا احب اكد على النقطه هذه، ترى حنا في مجلس اغلبيه 2012 ترى ما كنا ساكتين عن جابر مبارك. البعض يحاول ان يروج وينكم عن جابر مبارك، لان جابر مبارك بخزوم وكان يمشي على القانون. انتم اللي قلتوا لنا ما نبي تهزيم، نبي اقرار قوانين، وهذا اللي سعينا فيه. توجهنا الى التشريعات مباشره، ولما شفنا ان جابر مبارك مو قادر يسوي كنترول على وزير الماليه، تم استجواب وزير الماليه واقصاء من الحكومه. لان هذا انتم اللي كنتوا تقولونه، ان احنا لازم الان مجلس 2012 انه يقر قوانين، اجلوا الجانب الرقابي شوي واستعجلوا في الجانب التشريعي، وهذا اللي مشينا عليه. ولا جابر المبارك بتصريح السخيف لما راح للحدود. لذلك احنا نطالب بحكومه منتخبه، لا نريد ان يتكرر سيناريو 90. اليوم انا اعتقد ان اراده الامه مغيبه، اليوم اراده الامه مغيبه كما كانت قبل الغزو وجانا صدام. لذلك حنا نطالب بحكومه منتخبه حتى لا يتكرر السيناريو مع العراق. حنا موقفنا واضح من الاسره، ما حنا ضد الاسره، لكن حنا مع الدستور، الدستور اللي كفل لنا المطالبه. اذا انتم ابناؤكم لا يستطيعون اداره الحكومه، لا تمنعون الشعب الكويتي من هذا الحق، فلكم الحكم ولنا الإدارة. رسالة باختصار أوجهها لشباب الحراك، أقول لشباب الحراك، إذا أنتم تؤمنون بمشروع سياسي، إذا تؤمنون بمشروع سياسي حقيقي، ما لنا شغل في كتلة الأغلبية، ولا لنا شغل في أي كتلة أو تيار أو قطب سياسي أو رمز سياسي أو فلان. إذا أنا أؤمن بمشروع سياسي وهو الحكومة المنتخبة، يجب أن أحضر وأن أدافع عن هذا الحق حتى يتحقق. لذلك لا تعتقدون أن الطريق سهل، ولا تعتقدون أن الوقت راح يتحقق اللي تبونه بيوم أو يومين، لا، يجب أن يكون هناك طول نفس، وتنتبهون جيدا لمن يحاول أن يضرب الحراك، ومن يحاول أن يفتت الحراك، سواء من أزلام السلطة المعلنين أو المندسين. كلمة أخيرة أحب أن أوضحها، أن اليوم حكم المحكمة الدستورية القادم في 16/6 أنا بالنسبة لي شخصيا لا يعنيني هذا الحكم، لأن الأمة مصدر السلطات، والأمة هي التي فرضت قانون 42 على 2006، ولا يعنيني أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية. وأعلن من هذا المنبر أنني لن أخوض أي انتخابات وفقاً وإلا على هذا القانون. في الختام أسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.